على بركة الله نبدأ برسالة أبو حمزة من اليمن من تعز، يقول: فضيلة الشيخ، يوجد عندنا خطيب للجامع يتأخر يوم الجمعة في بيته، وإذا أتى انتظر خارج المسجد حتى يدخل الناس إلى المسجد، ويقول بأنه إذا دخل قبلهم طويت الصحف ويحرمون الأجر، أرجو الإفادة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالواجب على الإمام أن يخطب ويصلي إذا دخل وقت صلاة الجمعة، وذلك بزوال الشمس. فإذا زالت الشمس فإنه يدخل المسجد ويرقى على المنبر ويخطب، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا ينتظر دخول الناس، إنما ينتظر دخول الوقت. فإذا دخل الوقت فإنه يبدأ الخطب، والناس إذا سمعوه جاءوا. والكسلان لا ينتظر، هذا مما يشجعهم على الكسل وعدم الحضور. الواجب على الإمام أن يراعي الوقت وأن يبدأ الخطبة للجمعة بدخول الوقت. نعم.